الحقيقة انه احنا يعني الوحيدين على كوكب الارض اللي عايزين نوقف سنة الله في الكون. يعني انظمة القذرة العسكرية اللي بتحكم مصر عايزة توقف سنة الله في الكون. السنة بتاعت ربنا في الكون، ولو انت مش مؤمن بربنا خالص يعني سنة الكون نفسه منه نفسه كده، يعني التغيير، يعني الليل والنهار، الصيف والشتاء، الطفولة كبر السن، الذكورة والأنوثة، حتى إنه الصينيين أو بتوع آسيا مش الصينيين عاملين علامة اليانج دي اللي هو أبيض وأسود، ليل نهار، ساكن متحرك، سنة احنا كمتدينين نقول عليها سنة الله في الكون. اللي لو مش دين خالص هم شايفينها سنة الكون بيمشي كده. احنا بقى النظام العسكري في مصر عايز يوقف دي. فمفيش فرق ما بين، مفيش عندنا في الازمنة ماضي وحاضر، هو واحد. مفيش عند، احنا عايزين نجي كده مفرملين السنة دي. فتلاقي مثلا الجيل اللي عاش سنة 1956 خلاص مات يعني، او يعني عاش تمام. الجيل بقى اللي عايش 2023 بيرى نفس مظاهر اللي شافها جيل 56. ده اسمه ايه غير كفر، غير انه جحود، غير انك انت عايز تقف قدام يا راجل. ده الدول اتغير، ده خريطة الارض اتغيرت، ده المناخ اتغير، المناخ اتغير من 56 لدلوقتي. في دول ظهرت ما كانتش موجودة من 56 لدلوقتي، في قيم اختلفت من 56 لدلوقتي، في يعني في كل حاجة اتغيرت، كل حاجة اتغيرت عن 56 ما عدا احنا. احنا في الأمة العربية وتحديدا في مصر عايزين نثبتها 56. اه والله يعني شيء عجيب. كل سنة وانتوا طيبين، احنا عندنا دلوقتي انتخابات. اي والله زي بقول لك كده، عايز عنك حاجة هيبقى عندي اقول لك ما عنديش، عشان اللي ما سمعش عنها او ما شافش الصور. يا عم خلاص، في انتخابات دلوقتي والمصريين في الخارج بقى لهم 3 أيام بيصوتوا عشان يختاروا رئيس جديد. انا ماسك نفسي للبلد يعني، وعشان الديمقراطية. امال احنا بنعيش ازهى عصور الديمقراطية. انا زممك زمة، انت سمعت الكلمة دي ايام مبارك كم مرة؟ نحن نعيش ازهى عصور الديمقراطية. ده 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 اللي قالها مات، صفوت الشريف مات يعني، مات وخلاص بقى قامت قيامته، ومع ذلك احنا بنرددها. على فكرة مفيش جديد، انا بقول لك اهو احنا بنوقف السنة، كل شيء محسوم. ودي مسرحية وشفناها من اول ما جت الذرية اللعينة لعنة الله عليها لحد دلوقتي بيعملوا استفتاءات او انتخابات هي شبه بعض، وتطلع منشطات الصحف تفاجئنا بانه الرئيس، الزعيم، القائد، المؤمن، الرئيس، صاحب الثورة، صاحب الطلعة الجوية يفوز بأغلبية اهو بعون الله. قامت جمهورية العربية المتحدة، جمال عبد الناصر يتكلم لأول مرة بعد انتخابه رئيس الجمهورية. ده سنة كام الكلام ده؟ هتلاقي 56. الشعب يفوض عبد الناصر، نعم للسادات. بص بص بص، لا خليك في دي، لا ارجع ارجع ارجع. القضية هي مصر، نكون او لا تكون. بس على فكرة اللي حط الحاجات دي ورا بعض غلطان، لان الجورنال، بص فوزي عبد الحافظ ده اللي ورا ده، ده تقريبا مات في المنصة. بص وجايبين له فلاح برضه، نجيب فلاح برضه ونحطه كده كده، نحطه كده جنب الرئيس كده وواقف، والفلاح واقف والرئيس بيحط ايه بقى، جاب الفلاح جنب لانه ميت ابو الكوم. هات اللي بعدها بقى، اللي بعدها تعيين عبد الناصر، اللي بعدها دي ليه اللي معاها قصه كبيره. هات الجورنال انت كنت جايبه بعدها ده كده، ايوه الجورنال ده لو دققت فيه، لا لا
ما تهدى شويه يا عمي، هو انت يا تجري يا توقف، ما خلينا نخلص. الجورنال ده هو لو دققت فيه، انا عملت عنه مره حلقه زمان في المحور، لو دققت في العدد ده، العدد ده عندي انا، عندي العدد ده، العدد ده لو دققت فيه هتلاقيه يا 6 يا 7 اكتوبر، ده بعد ما مات عبد الناصر. اجتمعت اللجنه المركزيه وقررت ان استرد رئيس جمهوريه 6 اكتوبر 71، حاجه كده، حاجه في التاريخ ده، بس دقق فيه كده. وقلت يومها في المحور وطلعت العدد على الهوا، كان في ايدي العدد ده، في ايدي عندي انا، اشتريته ب75 جنيه، والله من حد في مصر القديمه، انا شاري العدد ده اهو ب75 جنيه، زمان شاريه يعني من فتره يعني. فاللجنه المركزيه قالت 6 اكتوبر السادات تعين باللجنه المركزيه بالقرار ده، 6 اكتوبر اتقتل. وقلت تاريخ اكتوبر مع السادات غريب قوي، يعني في 6 اكتوبر هتلاقي العدد ده مكتوب عليه حاجه اكتوبر كده 71، لانه عبد الناصر مات سبتمبر 71، وبعدين عملوا عليه حاجات وبتاع، واللجنه المركزيه تقرر تزكيه ترشيح انور السادات رئيس الجمهوريه، هتلاقي العدد ده في الوقت ده كده. وطبعا صعب لان هم مصورينه غلط ووحش يعني، وينتظر في اكتوبر 73 ويتقتل في اكتوبر 81، بس برضه ترشيح، خلينا في الموضوع ده، ترشيح رئيس الجمهوريه برضه الرئيس الموت اللي بعده بقى بعد اذنك، اللي بعده ده اول بص ارجع ارجع للعدد الثاني، معلش ارجع للعدد الثاني، ارجع للعدد الثاني. بص بيقول لك ايه، دعوه المواطنين للاستفتاء يوم ايه؟ الخميس كام؟ 15 اكتوبر. لا حطها فول سكرين يا عمي، اهو 15 اكتوبر، انا قلت لك العدد ده 7 اكتوبر او 6 اكتوبر، ده اللي قدامك ده. ساعتها طلعت على المحور وطلعت العدد ده وقلت غريب، اكتوبر مع السادات، اكتوبر 71 اللجنه المركزيه ترشحه وينجح، ما طبعا ما كانش فيه اي حد قدامه يعني. اكتوبر 73 ياخد قرار العبور، اكتوبر 81 يتقتل السادات، شخص غريب اكتوبر معاه، ما علينا يعني. اللي بعده بقى، اللي بعده، نؤيد بطلا من جيل اكتوبر، الحزب الوطني واتحاد العمال يعلنان تأييدهم لاختيار مبارك رئيسا للجمهورية. هو هو، نعم للاستقرار، نعم للديمقراطية والرخاء، الشعب يعلن تأييده لحسني مبارك. هي 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 دي، ما هي ده. كم بقى؟ كم العدد؟ كم اهو؟ 5 شعبان، كم؟ 6 اكتوبر. يا سلام، ثلاث يوم الثلاث 6 اكتوبر. انا بقول لك العدد ده عندي في البيت، واشتريته والله الذي لا اله الا هو ب75 جنيه، اشتريته عشان اللي بقول لك عليه ده، لان انا عند تاجر الجرايد، ما هو في تجار الجرايد قديمه انا كنت يعني بحبهم، في واحد عند اثر النبي، حته منطقه اسمها اثر النبي كده، تلاقي عنده اطنان مخازن. فقعدت عند الراجل ادور، فوقعت في الجورنال ده، قلت له انا عايزه. هو التاجر اما يحس انك عايزه يجي معلي عليك السعر، وهنا قال لي بكام، قلت له انا عايزه يلزمني. قال لي ده ما فيهوش حاجه، ده السادات وبتاع، قلت له يلزمني. ف 6 اكتوبر 71، 6 اكتوبر 70 انا اسف 70 6 اكتوبر 70 عبد الناصر مات سبتمبر، 6 اكتوبر 70 يترشح ويفوز، 6 اكتوبر 73 ينتصر، 6 اكتوبر 81 يموت، يتقتل. عجيب، صدفه عجيبه جدا، غريبه. ودي متسجله حلقه كنت عملتها في الحوار في المحور يعني. لا هو هو نفس المشهد، هم من ايام عبد الناصر لغايه دلوقتي مفيش تغيير، هم واقفين ضد سنه التغيير، هم مش عايزين حاجه تتغير. يعني ليه تتغير؟ بقول لك يعني ليه؟ اهو بص بص، عبد الناصر قدم لشعب الجمهوريه ما يشبه الاساطير. يعني انا اسالك سؤال، قاله لي انا هاني شنوده العبقري، الاستاذ هاني شنوده العبقري الموسيقي، مره راكب معاه العربيه قال لي انا نفسي يا محمد اعرف مصر دي ذكرت عندكم في القران صح؟ قلت له صح. قال لي ايه اللي يخلي
واحد بلد ده هي البلد الوحيدة اهبطوا مصر. قال لي ايه اللي يخلي واحد مسلم يغير اسم بلد من 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 مصر يخليها الجمهورية العربية المتحدة؟ لقيتها وجهة نظر برضه. الاستاذ هاني شنو ده مسيحي. قال لي انا رحت سالتهم قلت لهم يا جماعه ده مصر اتذكرت زي ما هي كده في القران الكريم بالاسم ده، ده لا توجد بلد ذكرت دلوقتي موجوده دلوقتي الا مصر. او انتوا تغيروها تخلوها جمهوريه العربيه المتحده ليه؟ انا بس ده تعليقا ده الاستاذ العبقري والرجل المحترم والله العظيم، يعني هذا الرجل انا اتعاملت معاه في غايه الاحترام والادب والحب. المهم يعني على اي حال نرجع بقى لعبد الناصر. الجمهوريه العربيه، الجمهوريه العربيه، عبد الناصر قدم لشعب الجمهوريه العربيه ما يشبه الاساطير. الثوره حققت في 12 عام. مات يا عمي بقى ده. نفسي اعرف زمايلي ليه ما عندهمش السنس ده. يا بيه بيقول لك في 12 عام قدمت اعمال لم تكن لتتمم في القرون. وقرون جمع قرن، يعني 100 سنه مش قرن الطور. الدنيا على دماغ على على قرن طور. اللي حققته الثوره في 12 سنه ما يتحققش في قرون. نفس اللي بيكتبوا الكلام هو هو، يعني احنا عندنا نفس القواميس. وبعدين يقول لك 55 الدوله الجديده، الجمهوريه الجديده، ارزع. ما فيش جديد، هتجنن يا بيه. ربنا خلق الدنيا كده، خلق الدنيا انها يبقى فيها تغيير. لا هم ما عندهمش. دلتا جديدة، عاصمة إدارية جديدة. مش بقول لك يعني أنت تستغرب، تقعد تستغرب يعني ليه جيل 56، يعني ليه جيل 23 يعيش اللي عاشوه جيل 56 بالظبط، كربون هو هو. والزعيم ده ما جابتوش مرة في الدنيا، والزعيم ده عبقري، والزعيم ده ما حصلش، وصوره تملى. انا وانا صغير كنت بشوف صور عبد الناصر في الشوارع. وطبعا بقى يعني انا يعني رضعت صور عبد الناصر وكبرت على صور السادات وطفعت صور مبارك على الكباري وعلى ايه الصور؟ ايه زعيم الصور؟ واسال نفسي في بلاد العالم المحترم انت ما تشوفش صوره لحد، يعني يعني ما تشوفش صوره للزعيم في الشارع. روح كده لف بلاد العالم ما تلاقيش. ما احنا بس العرب فقط لا شيء لا غير، احنا العرب تبقى صور الزعيم دي لازم تحلم بيها. ليه ليه عايزين توقفوا سنة الله في الكون؟ التغيير يا جماعة. واحنا ده اللي بنشوفه اليومين دول، نفس السيناريو مع مصلحة الانتخابات الرئاسية اللي المفروض التصويت خارج المصريين هيخلص النهاردة. النهاردة هيخلص، تطلع منشطات الصحف تكلمنا عن لمؤاخذة أنا نفسي أضمها أكتب أقولها بالضمة بس ما أقدرش، لا أملك الجراءة إن أقولها بالضمة. تطلع الصحف تكلمنا عن سوري أقولها بالفتحة، أنا هقولها بالضمة، العرس الديمقراطي ما بين الفتحة والضمة مسافة كبيرة، والعملية الديمقراطية والمهلبية قصدي الانتخابات اللي وتشوف بقى. بص اتفضل يا بيه. المصريون بالخارج يختارون الرئيس. الا عرفتوا منين؟ عرفتوا منين؟ يا دي اللي دسكت الخبر ده، عرفت منين ان المصريين بره اختاروا الرئيس؟ ده دي انتخابات يعني لازم بقى فرز اول ولجنه مركزيه، عرفتوا منين؟ عرفتوا منين؟ حتى المصري اليوم اللي كنا يعني اول ما ظهرت كنا شايفينها انها اطلاله امل، عرفتوا منين؟ ده لسه اللجان ما تهدى يا عمي، اللجان لسه ما قفلتش. قال لك المصريون بالخارج يختارون الرئيس ولا خروقات، اقبال كبير. اللي بعده بيه معلش لا زي بعضه معلش يعني معلش الله يخليك ارجع تاني كده الخبر بتاع المصري اليوم. لو انت قاعد في الانتريه والمطبخ على شمالك وباب الشقه على يمينك هتلاقي مصر تؤكد التزامها بمواجهه تحدي التغيرات المناخيه خلال الكاب 28.
مصر ايه؟ انتوا فين؟ انتوا موجودين اصلا؟ هو احنا موجودين؟ احنا ايه؟ ايه التحديات اللي احنا هنتغلى؟ هو مش كده يا جماعه. بص بقى الغريبه، ارجع بقى للجورنال اللي بعده برضه في نفس المكان، نشاط مكثف في نفس المكان، في سكه زمان راجعين نفس المكان، يخرب بيت الغباوه. المهم يعني بص بقى السيسي ورش مش عارف ازاي، والنظام التصويت بالانتخابات الرئاسيه في الخارج دون معوقات، وجايبين فيلا بره وبتاع الحاجات دي. فين بقى الطوابير؟ يعني نفس الكلام، نفس الصحف، نفس الكلام يا حضرات.